مشاهدينا برحب بحضراتكم جميعا، ولسه تغطيتنا الخاصه لمهرجان العالمين في نسخته الثانيه وتغطيه كل الانشطه والفعاليات اللي موجوده في هذه النسخه، وكمان ضيوف مهمين جدا. معايا دلوقتي ضيفي المنورني طبعا نجم الزمالك خالد الغندور. نورني. ازيك يا جمانة؟ عامل ايه؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبار العالمين ايه؟ جميله، يعني جانا الهوى جانا، بنحبك والله يا جمانة. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض، الموضوع كبر قوي. انا شايفه لبس ساحل، شورتات، والساحل خلاص جانا. وخليني اسالك الاول على العالمين، مدينه العالمين، وعلى النسخه الثانيه من المهرجان، شايفه ازاي لحد دلوقتي؟ والله يعني انا لسه جاي بقالي تاني يوم، بس منبهر يعني، والله حاجه جميله قوي، والله حاجه رائعه يعني. الواحد لف العالم كله وما شفتش زي البحر هنا، والاكتيفيتيز اللي موجوده كتيره جدا، والواحد بيتسلى، وزي ما قلت كده بيجمع بين الطيب والشرير، يعني الساحل الطيب والساحل الشرير، في كل حاجه حلوه يعني، وكل الفئات الشعب موجوده، واللي عايز ينبسط بيجي ينبسط، وانا مبسوط جدا. طيب بما ان احنا بنتكلم بقى على تواجد نجوم الكره المصريه هنا، لسه كابتن احمد حسن وكابتن سيد معوض بالظبط لعبوا بادل من غيرك، وجه لهم رساله. لا لا، هم بتلعب بادل مع الصقر اصلا؟ بادل طبعا، انا اشول في رجلي واشول في ايدي، فدايما الاشول بيعرف يلعب كويس جدا يعني، فان شاء الله هنلعب تاني. اعتبر ده تهديد او انذار ليهم؟ اي حد عايز يلعبني بادل انا حاضر، انا حاضر، انا مش سهل في الرياضه بالذات، مش سهل يعني، كومبتيتيف قوي. طيب في كمان مباريات هتتلعب ما بين ليجندز او قدامى النجوم الاهلي والزمالك، وانت شايف انه الماتشات دي ازاي مهمه جدا في فكره نبذ التعصب؟ طبعا فكره ان احنا نتجمع كلاعبين قدامى، يعني سواء من الاهلي او الزمالك او الزمالك والاهلي، فدي حاجه حلوه قوي ان احنا بنتجمع ونتقابل مع بعض وبنكتشف بعض بقى، نشوف مين اللعيب اللي لسه فت، ومين اللعيب اللي وزنه زاد بعد ما بطل، ويعني كده يعني، ومين لسه بيجري ومين اللي بيلعب على الواقف. بما ان انت معايا بقى، ودي يعني بتخليكوا تشوفوا حاجات وتقيموا، لو انت هتعمل تيم او هتعمل فريق هتختار مين؟ بصي، لو على الجيل بتاعي انا يعني، فهربط ما بين اختار خمس لعيبه في حراسه المرمى، في طبعا نادر السيد او عصام الحضري، واحد فيهم يعني يكون موجود في جيلي يعني انا لعبت معاه. وفي الديفندرز او المدافعين ممكن وائل قباني، ممكن عماد النحاس، نص ملعب ممكن احمد حسن، تامر عبد الحميد واحد فيهم يعني برضو انا بختار كده، حازم امام او عبد الستار صبري، وانا وممكن حسام حسن مثلا، حسام حسن او عبد الحليم علي يعني من الزمالك، يعني هو ده دي اللعيبه اللي انا ايام ما كنت بلعب يعني. لكن لو مثلا لو دلوقتي بعد ما بطلنا هختار اللي بيجروا اكتر دلوقتي. مين بقى اللي بيجروا اكتر؟ احمد حسن وحسام غالي طبعا، لسه وليد سليمان، اللعيبه اللي انا شايفها، محمد ناجي جده، مين تاني؟ جمال حمزه، مع ان جمال حمزه ما بيجريش خالص دلوقتي، بس لعيب برضه، فيعني دول اللعيبه اللي ممكن اختارهم دلوقتي. انا هسالك اسئله سريعه جدا عن المصيف كده، ونشوف كابتن خالد الغندور بيحب ايه. خلاص، بس اسئله سريعه قوي. خلاص، صيف ولا شتاء؟ لا انا صيف. بحر ولا بيسين؟ لا انا بحر. انت بحر. تحب الهدوء يعني النايت لايف، ولا تحب الصبح اكتر وحاجات؟ لا انا بحب الاثنين بصراحه. بحب الصبح قوي وبحب النايت برضو، بس نايت بيبقى بحب النايت في الصيف، في الشتاء ما بحبوش. بتدفى بقى في الشتاء؟ بالظبط، تحت اللحاف. كابتن خالد، انا سعيده جدا باللقاء ده الحقيقه. سعيده جدا باللقاء ده، وهنتفرج على المباراه وهنشوف موضوع اللياقه ده، وهنشوف موضوع مين اللعيبه اللي بتجري ولا لا. الاسبوع ده هعمل يعني معسكر مغلق، وعشان الفيتنس وكده، واروح الجيم وكده عشان استعد للقاء ان شاء الله. هنتابع. انا بشكرك جدا، سعيده جدا بوجودك معايا. ثانك يو كابتن خالد، ميرسي.